مرحبا بكم في الحلقة التالية من سلسلة من متدرب إلى متداول المكونة من 10 أجزاء. قد قمنا بتغطية المخاطر وطريقتين من الطرق التي يمكن بها حماية نفسك من خسارة استثمارك. دعونا نتحدث اليوم عن كيف يمكنك الاحتفاظ برصيد آمن. لنكف عن إشعارك بأن التداول محفوف بالمخاطر ويمكن أن تخسر جميع استثماراتك في صفقة واحدة فاشلة. قدموا تيو ماركس منتجين يمكن استخدامهما لكي تضمن بقاء الخسائر عند الحد الأدنى، لأننا سنواجه يوما ما أي شيء ممكن أن يحدث في الأسواق التي يصعب التنبؤ بها. هي أحد أدواتنا الشائعة في إدارة تيو شيل المخاطر، فهي بمثابة نوع من الضمان عند تحرك السوق نحو الاتجاه المخالف لتوقعاتك ولاستخدامها توجه إلى منصة My Third Four وانقر على زوج العملات الذي تليه TS. تشير TS إلى TUSHIL. إذا قمت بالنقر على صفحة TS ستتمكن من استرداد أموالك التي وضعتها في الصفقة إذا تحركت الأسواق في الاتجاه المخالف لتوقعاتك. ستعود استثماراتك على حسابك بعد خصم مبلغ رسوم قليل كعمولة لمنصة My Third Four. لمعرفة المزيد من العروض راجع tumarks.com/vipblack أو يمكنك الاشتراك مباشرة في إحدى حزم الاشتراك على الصفحة الخاصة بعد النقر على زر افتح حساب. إذا لم تكن قد فتحت حساب تداول فوركس tumarks فلا تنتظر أكثر من ذلك. نظرا لعدم وجود رسوم غير معلنة وعمولات، فهو أفضل مكان القادمين الجدد إلى السوق المالية. قم بزيارة www.tumarks.com لفتح حسابك اليوم.